التخرجي الجامعي 2020. طلبة اللي عندهم النية باش يلتحقوا بالمعهد العالي للموسيقى بتونس، مرحبا بكم. باش نعطيكم نحاول من خلال التسجيل فكرة شاملة على المعهد العالي للموسيقى، على التكوين في المعهد العالي للموسيقى، وعلى البحث في المعهد العالي للموسيقى، وأفاق وشنو طموحات وشنو هو الأفاق والبوسيبيليتي كو فوزور في الانستيتيو تاعنا. أول حاجة نعرف المعهد العالي للموسيقى تاعنا هو تأسس في بداية الثمانينات، وهو أول معهد عالي للموسيقى في تونس يتأسس، يعني هو الفاك لونيفرسيتي ماخ تاع ننتمي تحت اشراف وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، وننتمي الى جامعه تونس اللي هي اول جامعه تاسست في الجمهوريه التونسيه. المعهد العالي تاعنا عنده ان ستاتيو تري امبورتون في العالم العربي، هو من اهم الجامعات، من اهم لي ستركتور اونيفرسيتير اكاديميك اللي يعطي شهاده جامعيه تخص الموسيقى والعلوم الموسيقيه، وهذه حاجه مهمه جدا لازم نكون فخورين بها. واحنا كاداره وكاساتذه واعيين بالمسؤوليه اللي نقط على عاتقنا، والحق الاخر عندنا يعني لابوي وعندنا تشجيع كامل من الجامعه تاعنا جامعه تونس، ونحاول نكون عندنا نظره استشرافيه ونكون عندنا من اورينتاسيون استراتيجيك باش نكونوا بقدر المستطاع نكونوا موسيقيين مثقفين، موسيقيين واعيين، يكون عندهم مشغوليه على البحث في الموسيقى، وعندهم مشغوليه على الموسيقى كفن كعمل كصناعه وكفكر. من خلال التسجيل هذايا باش نشوفوا بعد شويه باش نعطيكم فكره على التكوين في المعهد العالي للموسيقى، شنو هما لي برونش كي اكزيست، شنو هما لي زوبورتينيتي اللي يتحلوا للطالب شنو ينجم في مكانه باش يدرس، فاش بامكانه باش يطور قدراته، وكذلك باش نحكيو على البحث في الميدان الموسيقي، وشنو هما في المرحله المتقدمه من الدراسه الافاق ولي زوبورتينيتي كو اوفر لانستيتيو سوبيريور دو ميوزيك دو تونس. مرحبا بكم وشوفوا بعضنا دونك احنا وقتنا. فيما يخص التكوين، بعد اقتراح الطلبة تاعنا بداية كل سيكل من الدراسة عندنا سنة نكمل فيها فورماسيون جينيرال، فورماسيون جينيرال معناتها نسميوها هي طالب مجنون باش يتعرف على ميدان عامة ويتعرف على خصوصيته هو شنو يحب يدرس. هذه تكون فورماسيون جينيرال فيها نوع من المواد الليتيريه، فما العلوم الموسيقى، فما الميثودولوجي، علم الالات، فما تاريخ الموسيقى العربيه والغربيه، فما المواد الموسيقيه زاد كامل سكي ريتميك شوط شانتي ديكتي مقامات التبوع، وفما كذلك الورشات. الورشات اللي هي نعمل بها بانولي تاع الطالب يكون عنده اختيار تاع التوجه الموسيقي اللي يحب يتوجه. ابتداء من السنة الثانية المعهد اقترح نوعين من التكوين، ثم التكوين تاع الموسيقى والعود في العود في الموسيقى والعلوم الموسيقية، ثم التكوين هو نسميه أداء يعني سبيساليتي، هو يكون بوجه أكثر للطلبة اللي يحبوا يدرسوا في آلة معينة ولا في الغناء ولا في اختصاص موسيقي معين. جميع الاختصاصات متوفرة في المعهد العالي للموسيقى، جميع الآلات تقريبا متوفرة، عن الآلات النفخة، الآلات الوترية، عن الآلات الإيقاعية، عن جميع الآلات، وعندنا كذلك اللي زادوا لي سونابي اللي زادوا لي والورشات وهذا الفورماسيون دو جروب الفورماسيون اللي تعمل، وهي تسمع لنا فيها عندنا فيها الجاز بانواعه، عندنا الموسيقى الاوكسيدونتال، عندنا الموسيقى الهنديه، عندنا الصامبيلي، عندنا باش نشوفوا يعني الى اي درجه الطلب بطبيعه الحال في المرشحات والريبرتوار اللي يخص الموسيقى العربيه والمالوف. لذلك الطالب في المعهد العالي للموسيقى عنده هامش كبير بتاع تحسن، عنده هامش واسع بتاع اختيار التوجه الشخصي نتاعو للكارير الموسيكال ولا الكارير الارتستيك ولا الكارير الشيرشور اللي يحب يعملها في المعهد، والطريقه هذه تسمح له باش يكمل الليسانس نتاعو في ظروف تساعده، لا فقط بصفه جماعيه الطلبه الجامعيه، لكن حتى بصفه فرديه، وذلك اللي يخلي بعد انتظارات كبيره من الطلبه تاع المعهد الموسيقى، لان طريقة التكوين تسمح له باش يتفرد باختصاص من الاختصاصات ويتخصص فيه ويقوي فيه قدراته ويحسن فيه المعرفة نتاعو وينطلق نحو المستقبل بكل يعني بكل جدية وبكل ثقة في النفس، لأن التكوين يكون تكوين سليم. في هذا الإطار نحب نلحق اللي عندنا راهو والحمد لله عندنا من خير الأساتذة في الميدان الموسيقي ولا في الميدان البيداغوجي ولا في ميدان البحث. في ميدان الموسيقى عندنا من خلال عازفين ممتازين وبيداغوجيين مدرسين في الالات يعني ناس عندنا خبره، عندنا لي ميثود اللي يخدموا بها وزيتون لي ميثود
الأردني انترناسيونال، عندنا اتفاقيات دولية تسمح لنا نجيبوا عاصفين ونتنزلوا برا يكونوا نتسجل مستسلة دي ماستر كلاس في أداة معينة اللي نرى فيها نقص موينتير ولا الأمونتير، نحاول يكون عندنا نظرة استشرافية عن الأورينتاسيون استراتيجية كي نو بيرمي دو فيزي لي مونك اللي عندنا، ونكون نوجه الطلب بحيث تكون النتيجة اللي احنا نعبدوا في الميدان الموسيقي في البلاد. النقطة الوالدة بتحكيو على البحث. اللي المعهد هذه بصفتنا كموسيقيين وكعازفين وكمدرسين وكإداريين عندنا حرص شديد على تكوين الطلبه نتاعنا تكوين سيدي يسمح لنا باش يسمح لنا توفروا لنا في المستقبل القريب والمستقبل البعيد نوعيه نتاع موسيقيين نتاع باحثين نتاع مدرسين عندهم وعي كامل بالميدان الموسيقي ومعرفه اول حاجه هي المعرفه الموسيقيه والمعرفه في العلوم الموسيقيه والمعرفه في الميدان الموسيقي لذلك نتناول هذا الجانب من ناحيه الموسيقى كعمل الموسيقى كفن الموسيقى كتدريس والموسيقى كبحث فيما يخص البحوث المعهد يوفر للطلبه نتاعو اللي متحصلين على الليسانس على الاجازه باش يتقيدوا في الماجستير نتاع بحوث يعني يسمح لهم هذا باش يكملوا الدكتوراه بطبيعه الحال نوعين نتاع الماجستير كيما عملنا يعني زوز تكوين في العلوم الموسيقيه وتكوين في الاداء كيف نتواصلوا في الماجستير وعندنا ماجستير علوم موسيقيه وماجستير اداء طبعا ماجستير علوم موسيقيه توجه في المرحله هذه من التكوين المواد الى كل ما يخص الانثروبولوجيا والسوسيولوجيا والسيميولوجيا والفلسفه والفيلوزوفي دو لار يعني كل المواد اللي تحيط بالموسيقى كعلم والموسيقى كعمل والموسيقى كبحث وفي الاداء يتخصص الطالب اكثر في الاله الاختصاص نتاعو ولا في الصوت ولا في نوعيه الممارسه نتاعو الموسيقيه ويبحث فيها يكون عنده يعني جانب بحث كان ما يكونش كان ممارسه فنيه تكون ممارسه فنيه ممارسه عمليه وفي الدراسه اللي تسمح له باش يدرسها على الاخر ولكن ممارسه في البحث كما تشوفوا عندنا في المعهد العالي للموسيقى اول مكتبه في الجمهوريه اللي مختصه في الموسيقى يعني هي اكبر مكتبه تخص الموسيقى في تونس بحكم اعداد تاع البحوث اللي فيها بحكم شموليتها نحاول اي بحث ولا اي ارتيكل ولا اي كتاب يخرج يصدر في ما يخص الميدان الموسيقي يكون متوفر عندنا هنا في المكتبه ونحطوه في المكتبه ونحطوه على ذمه الطلبه في هذا كل طبعا تقعد الباقي معانا مازال عندنا الورشات اللي هم ياخذوا بهم معانا حتى الماجستير والهدف نتاعهم خصوصا كان في الاوبرا ولا في الكاسيمفونيك ولا في فرق التخت العربي ولا في الفرقه الاوركستراليه العربيه والا في الجاز بمختلف انواعه والا في الالات السوليست يكون عندنا بانوبلي يكون عندنا اختيار وهامش كبير نتاع مساحه تسمح للطالب باش يبدا وتسمح للطالب باش يفجر الامكانيات اللي عنده والمواهب اللي عنده سواء كان اختصاصه في البحث ولا اختصاصه في البيداغوج تدريس الموسيقى ولا اختصاصه في التحليل الموسيقي ولا في تاريخ الموسيقى ولا مهما كان اختصاصه نسمح له بظروف يعني متوفره باش يقوم بالبحوث نتاعو مع العلم اللي عندنا ليكول دكتوراه وعندنا ريشيرش وعندنا ندعم وعندنا دي كونفونسيون مع الجامعات الدوليه كما السوربون وكما غيرها وعندنا دي كونفونسيون مع دي ستركتور اللي قاعدين يبحثوا في الميدان الموسيقي وفي ميدان البحث الموسيقي وباتصال معاهم ويجيونا خبرات من برا وننشرهم احنا زاد من برا، اذا الطالب في المعهد العالي للموسيقى معنا بعدين ان شاء الله بيكون محظوظ لتوفر جميع الامكانيات باش يمارس يعني هوايته هي ولكن يمارسها بطريقه علميه وطريقه مبسطه، طريقه فيها كثير من المنهجيه، طريقه مدروسه بدور جيد وشامله من ناحيه المعرفه.